بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير متابعينا وحياكم الله وهلا مرحبا فيكم لكل من يشاهدنا عبر شاشة تلفزيون الراي على الهواء مباشرة. برنامجكم برنامج مسائي، نرحب فيكم متواجدين معنا داخل الكويت وبرا الكويت، وهذه انطلاقة في هذا المساء الجميل. وشكرا على تواجد ضيوفنا بهذا المساء، واللي راح نلتقي معاهم بمواضيع مختلفة متنوعة. راح نتكلم مع مستوصف بوشهري وآخر ما آخر التطورات اللي موجودة عندهم الطبية، وراح يكونوا موجودين معنا جمعية الهلال الأحمر، وأيضا راح يكونوا موجودين معنا وزارة الداخلية، ونتكلم معهم على موضوع المخالفات الأخيرة أو القرار الأخير المتعلق في سحب السيارات في عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الهاتف. لكن خلينا نطلق معاكم اليوم مع مستوصف بوشهري التخصصي بتقييم لجميع حالات السمنة المفرطة. ها، معروف اليوم الكويت ما شاء الله متقدمة في هذا المجال، كذلك تركيب جميع أنواع بالونات المعدة لفقدان الوزن، وأيضا تشخيص أسباب كثير من الناس لما يقوم، يعني ما بنقول كثير، لكن في ناس تسوي عمليات التكميم أو الكبسولة الذكية لكن ما تنجح معه، ما ينزل وزنه، تفشل عمليات السمنة معه ويرجع مرة ثانية يقول بسوي عملية مرة ثانية، بالإضافة أيضا إلى عمليات المناظير الجراحية. ضيفنا اليوم راح نتكلم معاه عن جميع هذه النقاط إن شاء الله، ونرحب فيه ودائما منورنا الدكتور شهاب عبد الله أكروف، وهو اختصاصي جراحات السمنة والمناظير والجراحة العامة، زميل كلية الجراحين الأمريكية. مساك الخير دكتور. الله يمسيك بالخير، مشكور على الاستضافة، يعطيك ألف عافية. أنت المشكور على تواجدك معنا، ودائما مشتاقين لك احنا بكل جديد تقدمونه في المجال. الله يحفظك دكتور. خلنا نطلق معاك ومع المشاهدين. الآن الناس الآن صارت عندها ثقافة في عمليات السمنة، أكيد. يمكن يزورك ويعطيك يقولك لا هذه صار كذا، وآخر دراسة صار كذي، عندهم هالثقافة والوعي، وهذا يعني أنتوا تشكرون عليه دائما صحيح. تنورون الناس وتظهرون إلى الناس وتبلغونهم أول بأول. لكن خلنا نتعرف على ما هو الجديد اليوم مع أبو شهر كلينك ومع حضرتك في عالم السمنة، جراحة السمنة. أشكرك على السؤال، وأنا اليوم جايب معي شغلتين، آخر شغلتين بالكويت، يمكن أنا أول واحد راح أعلن عنهم هني بالكويت عن الموضوع هذا. عندنا الدباسة الجديدة، الدباسة الثلاثية اللي هي من شركة مترونيك، طرحت بالأسواق حاليا آخر دباسة لعلاج أو في عمليات السمنة، عمليات تكميم وتحويل المسار. الدباسة هذه هي الإلكترونية الحديثة، نعم. اللي هي نسميها الحين دباسة ذكية. إن شاء الله الأسبوع الجاي عندي كم حالة جراحية وراح أستخدمها فيها. نعم، خليك ماسكها دكتور عشان الناس تشوفها على الشاشة. إيه نعم كذي. هذه الدباسة الجديدة تختلف عن كل الدباسات اللي كانت موجودة بالأسواق وبالفترة اللي فاتت. الدباسة هذه جدا ذكية، راح وإحنا يعني نشتغل فيها وندبس المعدة وتقص تقوم بقص المعدة، مو تعطيك أمان أكثر، لكن هم تقيس لك سماكة المعدة أثناء القص، وتقول لك نوع الدباسة هل استخدمتها بالطريقة الصحيحة ولا لا، وهل تمت عملية التدبيس من خلال شاشة، هل تمت عملية التدبيس بالطريقة الصحيحة ولا لا. فتعطيك طريقة يعني تقنية ذكية جدا، وحضرتك كدكتور تعتمد القراءات اللي تظهر لك. أكيد أكيد 1000%، وتطلع لك نوع الدباسة، لأن تدري أنت الدباسات يعني قمنا نسمع الحين في مشاكل بعمليات التكميم والنزيف والتسريب، هالأمور هذه كلها مرات تكون هذه الأسباب وهذه المضاعفات بسبب إنه يكون الدباسة أو نوع الدبوس أو يعني سمكة ما يكون دقيق. لكن الحين عندنا قراءة تعطينا الدقة في هذا الموضوع، ومن ثم نقلل المضاعفات بهذه النتيجة وبهذه التكنولوجيا الجديدة. تدري الحين العالم كله تكنولوجيا، التلفونات ذكية، فلازم تكون الجراحة جراحة ذكية، وهذه واحدة من السبل الجراحة الذكية. الحين إن شاء الله راح نعتمدها، وإن شاء الله الأسبوع الجاي عندنا ورشة عمل وراح نشتغل فيها أكثر من حالة بهذه الدباسة الجديدة. راح تشتغل على حالة يعني إن شاء الله. أي أكيد. واشتغلوا عليها قبل، ومرخصة وزارة الصحة ومرخصة. أي مرخصة حتى من كل منظمات السمنة العالمية ومنظمات الجراحية، وبأمريكا وبأوروبا معترف فيها ومرخصة طبعا. أكيد. جميل، هذا الخبر الأول. هذا الخبر الأول. الثاني طال عمرك، ما هو الشيء المتطور في عالم جراحة السمنة؟ الخبر الثاني، أنا ذيك المرة تكلمت معاك بالمقابلة اللي فاتت عن الكبسولة المبرمجة وشلون أدائها وتميزها، وللحين الأمانة هي الكبسولة المبرمجة جدا متميزة، والحمد لله النتائج عندنا جدا ممتازة. الحين عندنا كبسولة جديدة، هي ما هي جديدة لكن كانت موجودة بالأسواق، والحين انطرحت مرة ثانية بالأسواق، هي كبسولة الأوبالون. الأوبالون هي نفس طريقة الكبسولة المبرمجة، نفس البالون، نفس البالونة، لكن نفس البالونة عفوا نفس البالونة، ولكن لكن الكبسولة الجديدة
هذه ما تملى بالماء، هذا تملى بالهواء، كانت موجودة بالسابق لكن كان مدتها 3 أشهر داخل المعدة. صحيح. لكن الحين صار عليها تطوير، راح تقعد تقريبا 6 شهور داخل المعدة، وبدال ما نحط بالونة نحط 3 بالونات. ليش الثلاث بالونات؟ تدري وايد ناس يحطون الكبسولة يقول لك بعد فترة، يقول لك دكتور أنا ما قمت أحس بالبالونة بمعدتي، قمت أرد أكل، قمت أكل كميات كبيرة، فتقدر تحط له البالونة الثانية يبلعها ويصير كبسولة، وتقدر عقبها فترة بعدها بأسبوعين أو بشهر تحط الكبسولة الثالثة، ويصير 3 بالونات داخل المعدة بدال بالونة واحدة، فتأخذ حجم كبير، وطبعاً الوزن يكون مضاعف في النزول. والنتيجة جدا افضل. هذه على البالونه الحديثه، هذه الحديثه، هذه الاوبالون المحدثه، اوبالون اسمها الاوبالون. اي الاوبالون هذه طال عمرك الثلاثه ما تقدر تحطهم مره واحده، ما تقدر تحطهم مره اول مره كم واحده تحط؟ تحط واحده، وبعدها بعدها باسبوعين تحط الثانيه، عقبها بشهر تحط الثالثه. وهذه تعدل سلوك الغذائي ام تكفل لي نزول الوزن؟ لا شوف، ما في شيء بالطب بشكل عام، ما في شيء اسمه اكفل لك النتيجه. اكفل لك ان الطريقه تكون بالطريقه الصحيحه، التزامك بالرياضه، التزامك بالتغذيه وبالمراجعات هو اللي يثبت لك النتيجه المضمونه وتجيب النتيجه المحققه. طبعا عليها دراسات، وعليها تقريبا دراسه جدا كبيره وبينت نجاحها، نجاح الثلاث بالونات مع بعض في نزول الوزن. فيها ميزه ان ما فيها ماء او ما فيها الماده الزرقاء او خفيفة. غيره خفيفة. إيه شنو تتميز عن ان عدم وجود هذا الماي فيها؟ ليش وجود الماي كان يضر؟ خفة. لو تشوف انت البالونات المائيه دائما اغلب الناس لو تسمعهم كذي يقول لك فيها اعراض اللوعه، الترجيع، الام البطن، لكن مع البالونات الهوائيه الاعراض اقل تقريبا. طيب هذا ما ممكن انت الحين تمسكها دكتور قاعد تطقطق يعني داخل المعده، ما يمكن ينزل عليها اكل؟ لا، لان هذه مو 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 متروسه بالهواء يعني بشكل تام يعني. لكن لما تنترس بالهواء بشكل تام لا يمكن انها اكيد 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 شويه فاشه يعني. طيب. انا معك. طيب لكن حتى يعرف المشاهد ان هذه راح تنزل بالمعده بشكل مختلف اخر، واي اكل يعني يدخل معاه او شغله لا يمكن تصغر او يتغير حجمها. لا 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 نفس الحجم. لا لا لا، ويكون يكون يكون حجمها ثابت لانها تملى بالغاز، والغاز في تكنولوجيا معينه انه يتم لفتره 6 أشهر داخل المعده. بعد 6 شهور كيف يتخلص منها الجسم؟ بمنظار. بمنظار. نجري منظار معده، منظار العادي حتى مع بنج خفيف، ونقدر نشيلها لان هي حجمها جدا صغير، وحتى النوع يعني المنتجه منه جدا خفيف في الازاله. يتم انتزاعها يعني؟ اكيد اكيد يتم انتزاعها، لان اللي قبل كانت من كيفها هي تنتهي. طبعا البالون المبرمجه لو مقارنها فيها، لا هذه البالون المبرمجه كبسوله تعتبر مثل هالكبسوله، تنبلع تدخل داخل المعده، وبعد 4 أشهر تذوب وتنزل بروحها. نعم. مع الفضلات. جميل. في بعد خبريه غيرها ولا انطر؟ لا ناطر اسئلتك. طيب دكتور، في ناس ما تنجح معاهم عمليات التكميم او عمليات الكبسوله الذكيه او غيره، يقول لك يا اخي انا يعني ما نزل وزني او نزل وزني ورجع وزني مره ثانيه، يعتقد ان الخلل في اجراء العمليه او في الطريقه اللي اتبعها. لا ابد، هذا المفهوم جدا خاطئ. لازم نعرف ان الفشل يكون بسببين، يا سبب ان جايز انه يكون سبب العمليه ما اجريت بالشكل الصحيح، او ما الجراح ما نقل العمليه الصحيحه للمريض الفلاني. يعني في مرضى ياكلون كميات كبيره، في مرضى لا يعتمدون على الحلويات والسكريات والغذاء اللي العالي في السكريات. نعم. فكل مريض له نوع عمليه ولا نوع اجراء. يعني في بعض المرضى نجري لهم عمليه تكميم تكون جدا ناجحه وتجيب النتيجه المضمونه. نعم. لكن في مرضى لا، اعتمادهم على السكريات، على اعتمادهم على الحلويات، على مشروبات الطاقه هذيلي. الافضل انك ما تتوجه لعمليات التكميم لتقلل كميه الاكل، لكن التوجه لعمليات تقلل امتصاص هذه السكريات فينزل الوزن. وفي ناس ينهد حيلهم دكتور بعد العمليه، تلاقيه بعد 3 شهور مصفر وجسمه يقول لك انا النزول مستمر ما وقف معي نزول الوزن. طبعا شوف، نزول الوزن حتى لو كان بشكل كبير، لكن لازم ان اي شخص يجري العمليه لازم يراجع الطبيب الاجراء للعمليه. علشان شيء ننصح الناس يسوون العمليات
داخل الكويت مع الجراحين الموجودين عشان يقدرون يتابعون يضمنون النتائج اللي مفروض ان يوصلوا لها. لو كان يراجع لو مع المراجعات مع الفولو اب وهالامور هذه كلها في مغذيات في فيتامينات الجسم يفقد فيتامينات اكيد بروتين البروتين نعم. جدا مهم عشان صحيح. العضلات ما يصير لها ضمور والفيتامينات عشان حتى جسمه عشان الامور هذه نعم. اللي تقولها ما 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 تحوش اي مريض اللي ما تنجح معه العمليه دكتور ما ينزل يقدر يسوي عمليه ثانيه اكيد يقدر يسوي عمليه ايه؟ اي فشل لاي عمليه جراحيه تقدر تقوم في تعديلها وترميمها. ترميم عمليات السمنة الحين بالوقت الحالي ياخذ شكل كبير او ياخذ يعني رقم كبير في لسة عملياتنا اكيد. وهذه العمليات يعني تقومون فيها بمستصف وشهر كلينك اكيد اكيد نعم. نقوم فيها. شنو عملية الفتق يعني باحدث انواع الشبك الجراحي؟ هذا كلام طبي بحت انا ما فهمت. انا اقول الحين انا كان كنت جاي معي فيديو للاسف الحين ما عندنا وقت ان نحطه الحين تدري عمليات الافتاق انواع. نعم. عمليات هي فتح بطن او الامور هذه كلها نقوم فيها العمليه يعني نعتبر العمليه التقليديه هي بالفتح. لكن الحين الجراحه تطورت ما له داعي نعمل جرح كبير عشان نصلح افتاق. الحين نقدر نجري العمليات عن طريق المنظار مثل عمليه الدوده الزايده والمراره والتكميم ندخل لداخل البطن ممتاز. نشوف وين الافتاق عقب ما نشوف وين الافتاق نقدر نحط هذا الشبك من داخل البطن من داخل جدار البطن نعم. ويكون هذا ملامس الأمعاء وهذا على مكان الافتاق وهذا الشبك بعد فترة يقوم امتصاصه ويغطي مكان الافتاق ونعالج هني الافتاق عن طريق الشبك الجراحي في عمليات المنظار. هذا يظل داخل الجسم ولا هذا إيه أكيد راح يظل داخل الجسم والجسم راح يتعامل معه والعضلة الضعيفة اللي سببت الافتاق راح يعني مثل تندمج مع هذا الشبك وتصير عضله قويه وان شاء الله الفلاج ما يرجع بالضبط. بارك الله فيك دكتور شاب عبد الله اكرف اختصاصي جراحه السمنه والمناظير والجراحه العامه زميل كليه الجراحين الامريكيه. شكرا جزيلا لك حبيب. بارك الله فيك. اذا حاب تقول حياك الله ومشكورين على الاستضافه ويعطيكم الف عافيه. يعطيك الف عافيه. شكرا دكتور. شكرا كل الشكر لضيفنا الكريم. مستمرين معاكم بعد الفاصل. حياكم الله متابعينا ونرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة. شكل قرار وزارة الداخلية بحجز المركبات المخالفة لقوانين المرور والخاصة بربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة موجة من التساؤلات والانتقادات والتأييد. من هو مع من هو ضد من هو يطرح أفكار جديدة من هو يريد التدرج بالعقوبة ناس وعندها آراء. وشكرا لوزارة الداخلية على تواجدهم وتجاوبهم وظهورهم وحديثهم عن كل ما تتسألون عنه أنتم بالدرجة الأولى. لذلك فعلا لما يقولون الشرطة في خدمة الشعب فهم في خدمة الشعب بجميع اتجاهاته سواء في الشارع أو حتى من خلال وسائل الإعلام يوضحوا لكم أول بأول. لذلك اليوم راح ننطلق معاهم ونتكلم عن هذه القرارات. هل ممكن تجميدها تأجيلها إلغائها إعادة النظر فيها مرة أخرى؟ يعني راح نشوف نتحاور معاهم ونطرح أسئلتكم وتساؤلاتكم اللي كلنا سمعناها وشفناها وقريناها. هل في حالات تستثنى؟ قولك في حالات تستثنى. إذن لماذا الاستثناء من هذا القرار؟ إحنا اليوم ما راح ندخل في سجال أو جدال ولكن هي لوضع النقط على الحروف في هذه القضايا. وعندهم إحصائيات بأن فعلا من تطبيق هذا القانون هناك في قراءة على أرض الواقع قلت المخالفات. إحنا معاهم بالقوانين كلها اللي يسوونها بالداخلية إيد واحدة ما تصفق. لا يمكن ننجحون من غير تعاوننا كمواطنين ولا يمكن احنا ننجح من غير تنظيمهم وتفعيلهم لهذه القوانين. إذن العلاقه متبادله. لذلك انطلق مع ضيوفي وارحب يقول لي صح العميد هذا ارحب بدايه مع العميد عادل احمد الحشاش وهو مدير عام الاداره العامه للعلاقات والاعلام الامني بوزاره الداخليه. مساك الخير ابو احمد. حياك الله اخوي راشد. يا هلا مرحبا فيك. بالخير. يا هلا مرحبا. يا مرحبا. وايضا ارحب بالعقيد محمد سعد العتيبي وهو رئيس قسم مخالفات مرور حولي بوزاره الداخليه. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. حياكم الله. يا هلا مرحبا فيكم. وسعيدين بلقائنا معكم. حياك الله اخوي راشد. يا هلا ومرحبا. ابو احمد تأيد كلامي تقول لي صح. والله يعني بدايه امسي عليك بالخير وعلى اخواننا المشاهدين وفرصه امانه من خلال هذا البرنامج ان نتواصل مع اخواننا المشاهدين
وهذا البرنامج ما شاء الله يعني يتمتع بمساحة كبيرة من الحرية وأيضا قاعدة لا يستهان فيها من المشاهدة. حرصنا اليوم نكون موجودين معاكم، حرصنا على أن نضع أمور كثيرة تحت نصب وعيون من يتابعنا الآن ويشاركنا في هذا اللقاء. حبينا بالفعل أن نبين وجهة نظر وزارة الداخلية، خاصة أخوي راشد على مدى الأيام الماضية حصل هناك نوع من عملية نقدر نقول ضبابية في صحيح. التوجه صحيح. العام بالنسبة لوزارة الداخلية في التعامل مع بعض المخالفات، وبالأخص المخالفات الآن الأخيرة، سواء كانت عدم استخدام حزام الأمان أو مع أنها موجودة بالسابق لكن اليوم مختلف الموضوع، إعادة تطبيق هذا القرار أبو أحمد بعد ما تم إيقافه. هذا الجدل اللي الناس دخلت فيه، مع العلم أنه ما في بيان صدر من وزارة الداخلية، ولكن أترك لحضرتك التوضيح. فعجبني أمانة راشد المقدمة اللي أنت قلتها، وأعتقد يعني هي الانطلاقة الحقيقية للكلام اللي ودي أتكلم معك فيه اليوم. إحنا اليوم نتكلم مو بس على قانون وإجراء قامت فيه وزارة الداخلية، وزارة الداخلية مهمتها الحفاظ على سلامتك وسلامة كل من يستخدم السيارة والشارع ومن يتعامل بالطريق. أني إن في المحصلة لا نلقي اللوم دائما على وزارة الداخلية ودار عام المرور وكأنها هي المعنية وخط المواجهة الأول. نتفق وياك ونقول أن الداخلية ورجال المرور هم المعنيين وهم في الصدارة في التصدي للسلوكيات الخاطئة بالشارع، لكن يا راشد هل تعتقد أن رجال المرور لوحدهم يمكن أنهم يتفوقون وينجحون ويضعون بالفعل هذه الإجراءات محل التنفيذ لولا تضافر الجميع معنا؟ من هالمنطلق عجبتني كلمتك والنقطة اللي أنت انطلقت فيها، أن بالفعل أن الآن اليوم نتكلم عن شراكة، وهذه الشراكة مجتمعية. وزارة الداخلية ما تنجح، القوانين لوحدها لا يمكن تأتي ثمارها، القانون لو طبقناه بكل إمكانياتنا في المقابل مو قاعد يلاقي صدى التجاوب والتفاعل ومعرفة الجدوى من هذا الموضوع، ما أعتقد أنه راح ننجح ولا نصل إلى نتيجة ولا يمكن نحقق الأهداف في هذا الموضوع. جميل، إذا عملية الإيقاف أيضا أعيدها في عملية اللغط اللي صار في هذا الموضوع، حط القانون، شال القانون، رد القانون، اللغط في هذا الأمر. لا راشد يعني هذه النقطة بينتها في المؤتمر الصحفي واللقاءات اللي تمت على مدى اليومين الماضيين، حتى أمانة من خلال تواصلي من خلال القناة ويعني رغبة منا في التواصل من خلال هذا البرنامج، كانت نقطة الارتكاز واحدة ما تتغير، ألا وهي بأن التطبيق كان يوم 15-11، طبقنا يوم 15-11 ونفذنا القانون، حصل هناك نوع من عملية الناشطين في وسائل التواصل. صحيح. الناشطين تحدثوا بعدة اتجاهات، تكلم بالجانب السلبي، تكلموا عن الإيقاف، تكلموا عن تصريحات منسوبة لسيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ولوكيل الوزارة، تكلموا باسم الوزارة. مع ذلك وراشد حتى أنا أعطي أيضا مجال حق العقيد محمد يتكلم أيضا على موضوع الشق القانوني، أنا نتكلم عن جزئية، لم تصدر وزارة الداخلية أي بيان توضيحي في هذه الفترة، مو من باب التقييم ولا من باب أن العلاقات والإعلام الأمني هي بعيدة عن الواقع في المحاكاة مع كل ما هو يطرح على مستوى الساحة المحلية. ما شاء الله عليكم شاطرين العلاقات والإعلام، وأنت فراشد داعمنا بقوة، يعني متيقنين بأن هنا واضعين نصب عيوننا ونعرف تماما متى نتحدث في هذا الجانب. الأمور كلها كانت تثار من حق وزارة الداخلية في هذه اللحظة أن تتأكد من كل النقاط وتعمل فحص لكل الأمور اللي قاعد تطرح في السوشيال ميديا، ومن حقها أيضا التثبت إذا كانت هذه الأمور صحيحة. عملت فحص أحمد؟ عملنا فحص ومراجعة ودقيق، توجت بالاجتماع مع سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يوم الأحد صباحا، واطلع على كل هذه المعطيات، كانت هناك إشارة واضحة وتوجيه يعني لا يقبل عملية التردد فيه، استمروا في تطبيق القانون، أنا داعم معاكم في هذا الاتجاه، مصلحة السائق في المقام الأول، سلامته لا يجب أن أحد يساومنا عليها في هذا الاتجاه. إذا ما ربط الحزام وزير الداخلية تخالفونه تسحبون سيارته ولا لا؟ أول واحد ما شاء الله عليه ترى يلتزم وتغير تغيير كامل. مساك الله خير مرة ثانية عقيد محمد، يا هلا مرحبا فيك. عقيد محمد، حضرتك رئيس قسم مخالفات مرور حولي بوزارة الداخلية، إذا حبينا نتحدث يعني بشيء عن محافظة حولي. وفي أيضا كثير من الناس تكلموا بهذا الموضوع، أنه يا أخي تعال انزل المحافظة شوفوا في سيارات تقف في أماكن بالليل فوق الرصيف وتسكر السكن وغيره، لأن السكن ما عنده مواقف، يقف عند مواقف الجمعية، وفي تذمر هذا، وأنتم عندكم جولاتكم بالتأكيد بهذا الأمر. صحيح. فوفق هذا أيضا القانون اليوم طبق، يعني ما يصير أنا أقوم الصبح ملاقي سيارتي بأخذ عيالي بروح، فكيف قاعد تتعاملون مع هذا الأمر حتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية مسي عليكم مسي على السادة المشاهدين.
بخصوص السيارات اللي توقف من الوقوف او فوق الرصيف المبلط او وقوف غير منتظم، شنينا عليهم تقريبا حمله وطبقنا عليهم الماده 207 اللي يجوز فيها حجز المركبه، خفت اعداد المخالفات بخصوص ممنوع الوقوف والوقوف فوق الرصيف بنسبه كبيره جدا. بالعكس تطلع تشوف الشارع صار اهدى، ما في زحمه، ما في عرقله نفس السابق. الامور هذه خفت تدريجيا مع تطبيق الماده 207 اللي يجوز فيها حجز المركبه اذا كانت واقفه وقوف غير منتظم او ممنوع الوقوف. نعم. او الصعود فوق الرصيف المبلط نفسه. هذه السيارات معنا فوق. نعم. الرصيف موجوده. نعم. هذه كنترول متى، اليوم ولا هذه لقطات اخذت على مدى الايام قبل كم يوم يعني؟ اي نعم يمكن اخذت على ارض الواقع. مع نعم مع الوقت الناس راح تفهم، راح تشوف بالعكس فهمت، وفي دليل على ان احصائيه المخالفات اللي كنا نخالفها بالسابق نزلت، نزلت وايد يعني نزلت يعني تفاعل. نعم في المخالفات ممنوع الوقوف بالذات خفت حيل، يعني كانوا يخالفون بالاسبوع تقريبا ما يقارب 3000 مخالف من الوقوف، الحين قلت وصلت للنص. نعم. واقل محافظه حولي تحديدا. نعم. في كثير من سيارات النقل العام تقف في الساحات الترابيه وتقف فوق الارصفه وفي اماكن غير مخصصه للوقوف اساسا، جمعيات تعاونيه وغيره قاعد مدارس بالليل مثلا قاعد تشوفونهم وانتم قاعد تزورونهم، قاعد تاخذون السيارات هذه تخالفونها تسحبونها، شو تسوون بالضبط؟ طبعا يتم تحرير مخالفات لها ويتم حجز المركبه. تحجزها تسحبها بالليل ممكن، ويقدر الشخص اذا ما شاف سيارته في رابط عندنا بالمواقع التواصل يقدر يبحث، يدخل رقم سيارته ويبحث راح يلقى وين محجوزه سيارته اذا كان حاجزينها المرور. ففي احيانا مرات لا يكون عن طريق حجز البلديه احيانا بعد، فهذه تختلف فيهم، فلازم يدش على الرابط مال وزاره الداخليه الخاص في اداره المخالفات جراج الحجز، راح يبين فيها موقع حجز السياره وين فيه اذا كانت محجوزه على مخالفه مروريه او لا. ابو احمد قاعد نشوف الان مع المشاهد الكريم عمليه السحب اللي تتم. نعم. للونشات كثير. نعم. من الناس قاعد يتكلم يقول لك يا اخي انا سيارتي، انا معاك طبق القانون، انا نسيت، انا خالفت، انا ما انتبهت، ايا إن كان خالفت وجدت هذه يعني هذه القوانين. نعم. وهذه المخالفات لضبط عمليه الشارع، لكن ما زالت الناس تخالف. نعم. اللي يقطع الاشاره نخالفه، ما زالت الناس تقطع اشاره. احسنت. حوادث نتيجه السرعه ما زالت موجوده، السرعه موجوده الحوادث. احسنت. اذا هو القانون الناس كيف تتفاعل معه. الشاهد في عمليه السحب اللي قاعده تتم، الناس يقول لك يا اخي سيارتي انا مبلغ وقدره. نعم. سيارتي مثلا سياره سبورت. صح. بقيمه 40-50 ألف، لازم وسيله نقل معينه او الونش نفسه يكون في تكنيك معين لرفع هذه السياره. احسنت. في الدول الغربيه والاوروبيه يعطي مخالفه لكن يشيل السياره ما يحوشها زل، عندنا الله وكيلك يعني يشيل السياره بشكل غير منظم. نعم. وانت بقوه القانون تقول انا مو مسؤول عنها، ما ادفع لك شيء. صحيح. كيف تتعامل مع هذه القضيه؟ وهم هذول عيالكم بعد واهلكم. راشد يعني انت يعني نقلت حاجز، ومن ضمن النقاط اللي قاعد تثار في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تواصلنا مع كافه اطياف المجتمع، يمكن هذه النقطه اللي هي كانت مثار بحث عند الكثيرين، احنا اني ونتكلم في جزئيه واحده، احنا ليش نتكلم في الاصل ونترك المبدا نفسه؟ ليش نتكلم عن المخالفه وننسى التقيد والاحترام والواجب انك انت تلتزم بكل الاجراءات اللي افترض ان يعني انت كقائد مركبه تتعاون فيها مع اخوانك رجال الاداره العامه للمرور. بقوة القانون أخي راشد حدد ترى الجزئية هذه بشكل أساسي وقال بأن الإدارة العامة للمرور غير ملزمة وغير هي متحملة لكل التبعيات اللي تنتج من عملية النقل. إحنا الآن عندنا ونشات وهذه الونشات تابعة للإدارة العامة للمرور، وبالتالي في هناك اختلاف لأنواع كثيرة من السيارات، نعمل بقدر الإمكان أن نسحبها بطريقة سليمة صحيحة، لكن قد يكون هناك إتلافيات، هذه الإتلافيات تعرض لها قانون المرور بشكل مباشر وقال أن الإدارة العامة للمرور لا تتحمل أي تبعيات لهذه الجانب ولهذا الإجراء كإجراء التحميل والتخزين. لكن متى ما السيارة انتقلت إلى جراج الحجز وحصل هناك في جراج الحجز مثل الصور اللي انتشرت الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، دعامية طايحة، جامة مكسورة، الرنج مكسور، مش عارف إيش، هذه الشركة اللي وقع عليها الآن هذه الممارسة المناقصة هي تتحمل تبعيات إصلاح كل تلفيات تتعرض لها المركبة في موقع الحجز في مكان الحجز. تعال اثبت عميد عادل، تعال اثبت ان هذه الشركة هي اللي انا راشد دخلتني في موال انا في غنى عنه، ادش في سنوات وقضايا وكذا. جايك بالكلمة يا اخو راشد، انت الان بتتكلم وتقول ان دخلنا في مجالات، انا الان نتعامل مع الاجهزة الذكية والتصوير والامور هذه كلها، والان كل الامور ما شاء الله عندهم ثقافة قانونية
كبيرة جدا وواسعة، وعارفين بالضبط هم شلون يأخذون حقوقهم في هذه الناحية. حتى بالنسبة لمن هو يتعرض لأما أثناء عملية النقل المركبة بالشارع أثناء تحميل تعرض للإتلاف، من حقه أن يعمل يقاضي وزارة الداخلية، ومن حقه أن يرفع أيضا دعوة. ما سلبناه هذا الحق، وبالتالي هذا حق متاح لأي مكان أنه يتخذ الإجراء. لكن اللي أنت مو موجود لضرري، أنت موجود لفائدتي. إحنا نتكلم عن التقيد بالقانون والالتزام، أنت اللي تغني نفسك من هذه الأمور. نعم. يبقى أربط حزامك ولا تحكي بالتليفون، إحنا في غنى عن هذا الأمر. إحنا تحكي عن اللي خالف. أنا راح أكمل مع حضرتك الحوار، لكن نعم. معنا فاصل، أنت أحلامي أعرف عملية الفواصل. نرجع إن شاء الله نستكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام، خلكم معنا مشاهدين. عميد عادل الحشاش، ارجع للموضوع نفسه. نعم. احنا اللي مطبق القانون على نفسه هذا منتظم مع نفسه وانتهينا منه. احنا نتكلم عن اللي خالف. نعم. يقول لك يا اخي انت تكسر سيارتي، فانت بتكمل الجزئيه. انا ودي اتكلم قبل هذا الفاصل، ويمكن يعني واجب ان ايضا نبين هذه النقطه للجميع، ما دام ان الان فتحنا جزئيه، وهذه الجزئيه يمكن كانت مثار يعني الجانب السلبي يعني هوجمت من خلال وزاره الداخليه في هذا الموضوع، وخاصه طريقه السحب وطريقه الرفع وطريقه ايضا الترحيل لقراج الحج. احنا نتكلم يا راشد عن المبدا التقييد والاحترام. اللي ما يلتزم القانون معانا وبصفنا، ويقول بأن وزارة الداخلية ودرع عمل المرور لا تتحمل أي تبعيات من وراء هذا النقل. يبقى في النهاية سيارات محددة لها طريقة وأسلوب في عملية النقل، قاعد الراعي بقدر الإمكان وفق إمكانيات وأيضا الأمور المتاحة في لحظتها، اللي هي عملية الترحيب والحجز ومباشرة إلى الموقع اللي راح يتم في عملية يعني الحجز التحفظي. نتكلم بأبعد من هذه النقطة راشد، لا نتكلم في جزئية السحب والأمور هذه كلها، مع أنها هذه النقطة محل احترام وتقدير، ونعمل جاهدين أن ما يمس أي سائق سيارة أي ضرر من عملية النقل. لكن نتكلم عن جزئية ليش تصل إلى هذه المرحلة، أو ليش نصل إلى هذه النقطة، أو ليش نصل إلى مرحلة أن رجل المرور يقول لك انزل من السيارة، أنت الآن مطلوب منك أنك أنت تأخذ أراضك، سيارتك الآن راح ترحل للحجز وراح نطبق عليك هذا الإجراء. ترى شيء بسيط، لا تستخدم تلفونك، أربط حزامك، إذا كنت أنت سايق سيكل البس الخوذة. ثلاث نقاط أساسية ننطلق منها من باب أن السائق وكل مستخدم للشارع هو هدفنا وفي مقامنا الأول وهو قايتنا في المحافظة عليه. جميل. ما عدا ذلك يا راشد، ما عدا ذلك كل الأمور تهون عند المبادئ اللي هو التقيل والاحترام وسلامة الجميع. جميل. وخاصة في الشارع. نعم، احنا في النهاية احنا أسئلة الناس وهاجس الناس، وانتم حضرتكم موجودين معنا مشكورين للإجابة على سؤال الناس، وإن كانت أشياء دقيقة، تفاصيل دقيقة جدا، تفاصيل عامة. نعم. فشكرا على الإجابة بشكل عام أبو أحمد. أيضا نتكلم عن ناحية عقيد محمد في موضوع قانوني شوي في 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 هذه القضية. يعني يقول لك أنت اليوم خذيت السيارة أتلفت بشكل أو بآخر، أكيد بدون عمد هذا، لكن أنا القانون بيصفك أنت اليوم، لكن يقول لك اليوم أنت القانون لماذا لم يعطيك، أو أكيد ما يعطيك القانون، كنت تتدرج في هذه العقوبة في دول العالم المتقدمة وغيره، وأنت زرتوا أغلب الدول العربية والخليجية والعالمية وطلعتوا أن هناك في تدرج بالعقوبة. عاقبني أول مرة مخالفة، ثاني مرة حط علي نقطة، ثالث مرة نقطة ثانية، بعدها أسحب سيارتي. لماذا هذه القفزة المباشرة على التغليظ في هذه العقوبة، علما بأن الحدث نفسه لا يتماشى مع طبيعة العقوبة؟ فرد حضرتك بخصوص الحزام الأمان والهاتف النقال. في السابق كان يجوز فيهم أمر الصلح، وكنا مستمرين في الحملة في تحرير المخالفات طول هالفترة الماضية. بعد ذلك غلظناها وأضفنا على حزام الأمان نقطة واحدة، طبعا مجموع النقاط 14 نقطة، انت عارف نسحب الإجازة لمدة 3 شهور. صحيح. فأضفنا عليها النقطة، نفس الشيء الهاتف النقال أضفنا عليها نقطة، فكان هناك تدرج أصلا. لكن بعد ما شفنا خطورة الوضع اللي قاعد يصير وأغلب الحوادث اللي قاعدة تصير، سببها الرئيسي هو الهاتف النقال، وسبب زيادة في الإصابات عدم ارتداء حزام الأمان. فكثفنا على النظام هذا، فأفضل شيء أنك تعدل على اللائحة وتحجز المركبة وفق المادة 207، ومن ثم أعتقد راح يكون هناك التزام. الهدف منه كله أرواح مرتادي الطريق،
هذا أهم شيء، لكن كان هناك في تدرج. نعم أخو راجل أضيف نقطة واحدة. نعم. أنا يمكن في الاستديو الآن الرائد مشاري سمحان ومع ملازم أول سارة فريدون من العلاقات والإعلام الأمني، في صور أتمنى الآن المشاهد يتابعها ويطلع عليها. الكلمة اللي أنت انطلقت منها وقلت أنه لا يتناسب المخالفة مع الإجراء، أنه خل نتدرج في هذا الموضوع. إحنا الآن نتكلم عن مخالفة حزام الأمان والهاتف نقال، الهاتف نقال 5 دنانير وحزام الأمان 10 دنانير. هل تعتقد أن هذه العقوبة تتناسب مع فداحة النتائج اللي قاعد تترتب من هذه الناحية؟ لا، يقول لك وصلها 500 دينار، لكن أسحب سيارتك نزلني بالشارع. أوصل لك إياها، أوصل لك إياها، وكلامك منطقي. وهذا الآن معالي نائب رئيس مجلس وزراء وزير داخلية شيخ خالد جراح الصباح بالتنسيق مع الأخوة أعضاء مجلسهم الموقرين ماضين في عملية تفعيل لبعض الغرامات ونمشي في الأطر القانونية، لكن هاي تحتاج إلى وقت معين. لكن ماشيين بهذا بالأمر، ماشيين وشكلت لجنة، وهذه اللجنة شغال فيها من مختصين سواء من داخل وخارج الوزارة. لكن هذه حوادث وحمل، لكن أتكلم معك، هذه الآن الحوادث الآن اللي قاعد تتكرر يوميا. وفي نفس الوقت أتمنى أيضا إذا كان أيضا الرائد المشاري معي، خلي يبين لنا من خلال المستشفيات الإصابات اللي موجودة. نعم. أنا أخو راشد بس ترى لو سمحت لي بتكلم في نقطة، وهذه النقطة يعني قبلنا بهجوم وايد كبير عليها، ويعني للأسف كانت نظرة البعض لهذا الجانب جدا ضيقة وفي إطار محدود، ألا وهي بأن الهاتف النقال إحنا مقتنعين أنه لا خطر ولا ضرر على الغير، ونتحمل كل الإجراء والتبعيات من خلال هذه المخالفة. لكن حزام الأمان هو السائق، وبالتالي أنا لبسته ما لبسته أنا حر في تصرفاتي، ما حد له علاقة في هذا الموضوع. هذه الإصابات الآن اللي قاعد تنتج واللي قاعد تشوفونها الآن والصور الحية الواقعية الآن على أرض الواقع، ترى هذه ما هي صور مفبركة ولا صور بعيدة عن الواقع، هذه صور أخذناها اليوم بالتحديد من المستشفيات، من العدان ومن الرازي ومن بنسينة. هذه الإصابات الآن والصور اللي قاعد تشوفها يا أخو راشد، والله إن أغلبها كلها هاتف نقال، حزام الأمان، عدو ارتاء الخوذة، سرعة تجاوز على الإشارة الضوئية الحمراء، وهذه صور حية. لما نتكلم عن حزام الأمان احنا نتكلم إن نحميك أيضا من شرور نفسك. أنت الآن لما ما تلبس حزام الأمان من أقل ضربة، من أقل حادث سبحان الله، حدث ما لا يحدث عثبه، أنت في الإطفاء الآن وقاعد أنت تتعايش مع مثل هذه الحوادث وتشوفه، وقاعد تشوف تأثير حزام الأمان والهاتف النقال وغيره من هذه الأمور. طيب هذه الإصابات واللي قاعد تنتج من وراها فترات طويلة للعلاج والتأهيل، أنت الآن مو قاعد تخسر عنصر فاعل شاب توه في مقتبل عمره اتجه في أمور أخرى، الدولة يمكن تتكبل أيضا مبالغ طائرة على إعادة تأهيله. يعني وعلاج الفرد جديد. والأسرة تهمكم بالدرجة الأولى. طبعا لما نتكلم عن حزام الأمان ما نتكلم فقط عن ضرر على الغير، نتكلم عن حمايتك أنت بالدرجة الأولى والأخيرة يا أخي، إنها سلامتك هي في المقام الأول. ساعدنا على أن نحقق هذا المبدأ، أنت الآن تقف ضدنا في مجال أن نحقق لك هذه السلامة، هذا المبدأ اللي احنا معترضين عليه. والشيء اللي معاي ما يبي يسكر حسامه شو اسوي له؟ تاخذ اللي سيارتي اللي يمك مو ياب اخذها وبراسه قول له اكحب الكشن وراني، قال لي ايش في القراني يعني احسن لك لازم يسكر. اي لان بالنهايه راشد انا نتكلم الان. طيب. ان الحادث ترى اي بقفله واي بلحظه، ترى في لحظه اذا كنت انت ما هو محصن خاصه في المقعد الامامي بالحزام، ترى يعني عواقبها ترى ابعد بكثير. تسحب السياره بعد اذا اليمين مو مرتب. انا هيك على موضوع السحب ترى على فكره بقرار من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلي حدد بان السحب ترى من يومين الى شهرين. لكن النقطه اللي متكلم عنها الان واللي ايضا قريناها حتى في الصحف المحليه، ليش تاركين الموضوع للواسطه والمرور تتكلم على مزاجها تحجز هذا يومين وهذا ثلاثه وهذا شهر وهذا اسبوعين؟ نقول لا يا حبيبي ماكو شيء واسطه في هذا الموضوع. وهذا العقيد محمد، شنو معيار عقيد محمد؟ خليني اقول لك انا النقطه وخلي العقيد محمد يتكلم. الان راشد لما يجيني على سبيل المثال وهو عنده سجله طايف الاشاره ومسرع وماشي بسرعه 200 وهو مستهتر ومستعرض والامور هذه كلها، وفي المقابل تقول لي ايش حق تحجز يومين؟ لا والله بحجز شهرين بحجز ثلاثه بعد. عدل العقيد محمد سواء عدل، شنو معاييركم؟ خلي يتكلم العقيد محمد عن هذا الجانب ويتكلم عن هذا الموضوع. حصيله اليوم ما شاء الله، هذا اليوم الصبح هذه حصيلتنا جايك من رقمك وراشد. انا جاي انا ما عندي وقت وراح ابين لك بتاثير الاعلام مسترسل ولا نقدر منافس قوي احمد في الاعلام وغيره، فمسترسل بالحديث ولا ودنا نقاطع حكيك جدا جميل، لكن اسئله كثيره الامانه في عمليه هذه المخالفه تحديدا اللي احنا ذكرناها من شهر الى شهرين، شنو المعايير اللي هو المخالفه؟ طبعا يجوز فيها حجز مركبه لغايه شهرين كحد اقصى. المخالف نفسه لما يراجع إدارة تحقيق المخالفات اللي هي المنوطة بهذا العمل، هي اللي تطبق القانون وتفعل عليه القوانين والقرامات والمتناظمة بالنسبة لنا.
نبدا نبحث فيه في سجله التاريخي للشخص نفسه. اذا كان هو مستهتر راح يطلع عندي سجل تاريخي مالك، سواء المخالفات اللي دفعتها او المخالفات اللي راحت للمحكمه وصدرت عليك احكام فيها، يبين معي اذا كان هذا الشخص مستهتر. طبعا ما راح اعامله نفس اللي اول مره يخالف، في فرق. هذا يمكن انا بعد يوم ثلاثة ايام اقول له ادفع ودير بالك لا تكررها، لكن اللي مستهتر لا، ممكن افعل عليه واخليها شهر ودير بالك، لكن تجيني مره ثانيه راح ازيد. لكن لحظه وقوع المخالفه، تحرير المخالفه، تحرير المخالفه ما عندك تتروج فيها، راح تسحب لحظتها، راح يسحب. إيه؟ راح تسحب. ما عندك كمبيوتر، كل سياره فيها كمبيوتر اليوم، السياره الذكيه الدوريه الذكيه عندها كمبيوتر، تقدر تستعلم عن هذا الشخص، اخذ بطاقته اجازته واستعلم عنه، والله ما عنده حوادث كثيره. هذه ما تبين المعاني اللي في اداره تحقيق المخالفات، الامور هذه هو يقدر يخالفه. وانا مثل ما قلت لك الماده 207 جوازيه يجوز فيها حجز المركبه، فممكن انت تقدر الحاله تقول اطلع لما يجيني، لو ما حجزت سيارته ويجيني هذا الشخص نعم راح اطبق عليك واقول لك احجز سيارتك. للحين اللي خلص الدفتر لا مكافاه؟ لا كان انتهى الموضوع هذا. هذا نسمع فيه كلام مو صحيح. بس اضيف لك معلومه قبل هالجزئيه، بس ترى الدوريات الذكيه على فكره هي عندها المعلومات متعلقه ب اذا كانت هذه السياره مطلوبه ولا غير مطلوبه، لكن سجله المروري بالمرور يرجع للمخالفات. لكن سالفة اللي خلص دفتر العسكري لا مكافأة 50 دينار هذا الحكي ما في إشاعة، ما في الكلام، لا مو صحيح. انزين، بعد الفاصل راجع لكم مشاهدينا مع ضيوف الكرام، وراح نتكلم عن ما هي أو شنو هو المعيار اللي أو ما هي المادة القانونية اللي تتيح لوزارة الداخلية بأن يكون هناك، من يرى هناك تعسف في تطبيق العقوبة، ولكن الجماعة اشرحوا لكم هذا الموضوع، تقدر أنت تراجعني وأنا أشوف سجلك وأعطيك يمكن خلال يومين، ما عندي أي مشكلة في هذه القضية. لكن ما هو السند القانوني في هذا الموضوع اللي استندوا عليه بأن أنا أصل إلى هذه الدرجة من العقوبة؟ واحد، اثنين، عملية الاستثناء الموجودة ألا يمكن أن تفتح الباب والبوابة للمحامين بأن يطعنوا بهذا القرار بأنه لا يتماشى مع الدستور، كون الدولة دستور قانون قرار؟ بعد الفاصل. العميد عادل الحشاش، حضرتك عندك إحصائية تبي تحكي عنها، وبعدين برجع لموضوع القوانين مع عبيد محمد. أخو راشد، الشيء بالشيء يذكر. ها، أنت تكلمت مساعة عن مسألة الاستثناءات والمجال المرن لرجل المرور يقول بالشارع بالتعامل مع طبيعة هذه المخالفة. أنا ودي أسجل بس في إحصائية، ياليت تنزل الآن إذا كانت إن شاء الله يجلسون الأخوان. إحنا من طبقنا هذا الإجراء أو هذا التفعيل الإداري للمخالفات الثلاث، حزام والهاتف نقال، وأيضا بالنسبة لارتداء الخوذة، بالنسبة للتصادم، خلينا نقول بالفترة اللي تسبق 15-11 يعني من 10 إلى 15 كان عدد حوادث التصادم 1500. بالأسبوع اللي ما بعد التطبيق اللي هو من 15-20 يعني أسبوع ما قبل التطبيق وأسبوع ما بعد، اللي قبل كان 1500، نزلنا إلى 1270، معناته انخفاض بمعدل 300 حادث خلال أسبوع من التطبيق. إني إلى الإصابة، كانت عندنا من الحوادث المرورية بالأسبوع اللي قبل تطبيق القرار نصل إلى 202، وصلنا إلى 180 بالأسبوع اللي بعد التطبيق. مستوى الانخفاض على مستوى التصادم 230، على مستوى أيضا الإصابات انخفضنا أكثر من 20، على مستوى المجموع الكلي بحدود 250. أزيدك من شعر بيت حتى نتكلم هنا على موضوع اللي هو الجانب المتعلق بحرية أو المرونة لدى الرجال المرور في عملية السحب. حزام الأمان من 15 ل 20 من بد تطبيق هذا القرار كانت عدد المخالفات بشكل عام 2741 حررناها كرجال مرور من 15 ل 20 أسبوع من بعد التطبيق. عدد السيارات اللي حجزناها بسبب حزام الأمان كان 1206، هذا لغاية يوم أمس، يعني النص 1206 من اصل 2070. جايك انا بقول لك الاسباب ليش. بالنسبه للهاتف النقال من بعد ما طبقنا من 15/11 ليه تاريخ امس كان 1305 مخالفات، وهذا دليل يعني واقعي عملي مدى التزام الكل في مساله التقيد بعدم استخدام الهاتف النقال اثناء القياده، سواء مكالمه، مسج، تشوف فيديو،
يعني تمسك بيدك بس. كنا قبل ترى قبل تطبيق هذا القرار نصل الى ترى 4000 و5000 مخالفه. الحين كم وصلت ابو احمد؟ احنا 1305 اللي يمسك الجهاز اللي اللي ضبطنا اللي احنا حررنا المخالفه. عدد السيارات اللي حجزناها بسبب استخدام الهاتف النقال خلال هذه الفتره 332 مركبه. طيب. من اصل 1300 بمعنى 1000 ما سحبنا سيارته و300 سحبناها. بتي تقول لي شو المعايير، وخاصه اخو راشد يمكن يعني نقطة أثرتها أنت قبل شوية وقلت أنت فتحت مجال الاستثناءات وفتحت مجال. لا بعد شوية بس أنا أخلص إحصائية. لكن أنا أردك بشيء ثاني يا أخو راشد. نخالف خلينا نتكلم هنا الآن بلغة ونتكلم هنا على المكشوف مثل ما نقول. هنا الآن الحريم مستثنى، كبار السن مستثني. اللي يقول لك كبير السن أنت حاطين له سن ولا محاطين له سن؟ أحمد الشاب بحس إنه مستهدف اليوم. ما يعني أنا مستهدف اليوم. ليش؟ يا أخي راشد. الحين لما نتكلم مثلاً عن المرأة. وأقول أن المرأة أنا بستثنيها من عملية سحب المركبة بإشارة، هل تقبل يا راشد لأختك وأختي وزوجتي وزوجتك وقريبتي ومن عائلتك بناتنا أخواتنا وزوجاتنا أمهاتنا كل بنات الكويت على رأسي وما محل تقدير واحترام بالنسبة لنا، هل تقبل وقفتها بالشارع؟ أنا ما بأنزلق في منعطف، هذا منعطف راح يسبب لي الان ايضا امور اخرى امنيه انا في قناعه عنها، والناس تتربص بالسوشيال ميديا في هذا الامر. لكن ايضا يا ابو احمد هل تقبل انا اليوم شاب مسؤول عن زوجه، مسؤول عن ابناء بوديهم المدرسه، مسؤول عن ذوي احتياجات خاصه، انا اليوم رب البيت في عمليه امي واخذها وديها المستشفى، هل تقبل من انك تنزلني بالشارع وتقطني وتاخذ سيارتي 20 يوم ولا 15 يوم ايا كانت العقوبه وانا اروح راتبي على قدي يا ابن الحلال يلا كفيني معاشي يلا كفيني اجاري تحدني على اجار سياره وتدخلني في ايضا اذا انت تنظر في عين الرحمه لهذا الشخص ايضا هذا الرجل مسؤول بعد وكل شيء عليه ما شاء الله انت راشد لما يقول لك انا على سبيل المثال استخدام الهاتف النقال الان 1300 مخالفه وسحبنا 300 مخالفه، ما تعتقد بان الجانب الانساني كان متفوق بدرجه كبيره جدا في موضوع الإجراء اللي قاعد نتبعه في هذه الناحية؟ أنا خايف الألف يمكن نساء أبو أحمد. لا مو نساء. لا لا وفي هناك يعني مو بس نساء. كبار السن يعني وذوي احتياجات خاصة وحتى بعضهم يا أخي رجل مرور هو عنده ترمومتر ليتعامل مع الشارع ويعرف إن هذا متعمد ولا غير قاصد ولا إنه بشكل عفو والأمور هذه كلها. ونعم فيهم رجال داخلية متسبية لكن كل عنده قدرة في التقييم. بس ما يخالف. في رجال داخلية يسقطون ممنوع الوقوف يعني وشفناهم وذوي احتياجات خاصة. أصابعك أخوي راشد مسوى. عملية تفعيل القانون طبقة على رجل ترى الأمن أكثر من طبقة على الشخص العادي. الحرمة النساء لهم حق علينا وهم على رأسي لكن أنا بطبق الإجراء. لكن مو شرط تطبقه بالشارع، هي المخالفة عندها راح تيجي حق العقيد محمد وتقول له أنا عندي مخالفة اللي هي استخدام الهاتف النقال أو عدم ربط الحساب الأول. العقيد محمد راح يشوف سجلها، إذا شاف سجلها عندها مخالفات بيقول له لا يبي ما نقبل الصلح، يبي سيارتك واحجزها، فبالتالي أنا حققت الهدف. يبي سيارتك بعد. نعم يبي سيارتك. ما تبي السيارة تخليها في البيت، ما تسحبها من البيت. لا سكر عليه، هي تجيبها بنفسها هي تجيبها بنفسها. ما سلمت السيارة؟ ما تسلمين؟ إيه؟ سكر عليك الجهاز. بلوك ما لا تجديد لا بيع لا شراء لا أي معاملة حتى خدامة ما تقدر تطقني غامتها. كل شيء تسكرونه. تقفل سيستم داخلية كلها. طيب قانونيا اليوم ألا ليس من الممكن اليوم لرجال القانون والمحامين بأن يطعنوا بهذا القرار يقولك أنت الآن وضعت هذا التمايز في عملية الاستثناء الآن من ناحية الروح ومن ناحية المنطق والعقل الكل يقبل هذا الكلام، أنا لا أقبل أن زوجتي أو بنتي أو أختي أو كذا تنزل بالشارع. في النهاية احنا مجتمع يعني محافظ ما قبلت أحسنت. احنا قابلين ولكن قد يكون هناك يا اخي هذه فرصة القانون ما يعرف يعني هذا الامر ما يعرف العاطفة في طعن في هذا القرار، انت عندك دستور لا يميز لا بين دين ولا جنس ولا لون وانت وضعت هذا الاستثناء بايد رجل الامن انه يستثني من يريد ان يستثني، الا يمكن ان يطعن بهذا القرار ويتم القائه في القادم الايام قانونيا عقيد محمد؟ على عمرك احنا ما في تمييز ولا فيه ولكن هي تقدير للموقف اللي صار، محرر المحضر نفسه هو يقدر الوضع. لكن تقول لي ما حجز سيارة مثلا الفتاة هذه أو الأم أو السائق أو لا راح أحجز سياراتهم إذا أنا شفت سلوك مروري سيء لما يراجعني في إدارة تحقيق المخالفات راح أقول أحجز سيارتك ما راح أسوي لك أي معاملة. أنت صرحت بهذا الأمر أن الاستثناء موجود الآن بالقانون، ألا يمكن الطعن بهذا القرار قانونيا؟ ألا يمكن يطعن فيه أمام المحكمة ويلغى نهائيا هذا القرار؟ هو حاليا استثناء في القانون نتيجته إيجابية ما نبي يلغى استثناء في القانون ما في جزء لكن المادة هذه جوازية قلت لك أنا مادة 207 يجوز
حجز المركبه فيها. لا راشد عشان سيح. عشان ترى انت اثرت نقطه مهمه جدا ان والله هي هذه الاستثناءات موجوده في القانون. لا هي موجوده في القانون. القانون الاصل ان تحجز المركبه للهاتف والحزام وعدم استخدام القوده. لكن التعليمات الصادره من قبل معالي نائب رئيس مجلس وزير الداخليه اعطى البعد الانساني اسمى واعلى من تطبيق القانون. احنا الهدف من هذا الموضوع ان نحقق الحمايه والسلام للسائق. ما البعد الانساني في تمايز يا ابو احمد في يرى الان من شاهد مقابلاتكم وانتشاركم الاعلامي يرصد هذه المقابلات ويقدمها. لا انا جايك هنا الهدف تطبيق القانون وبالتالي تحقيق الاجراء والضبط المروري في الشارع. احنا الان مختلفين على مساله المرونه في عمليه السحب. انا ارد عليك بجزئيه ثانيه. تدري ان هناك بعض المخالفات الجسيمه سواء كانت سرعة فوق المعدل سواء كانت يعني ما ودي أدخل في تفاصيلها لكن نتكلم عن بعض المخالفات الجسيمة. رجل المرور ترى بإمكانه يوقف المخالف ويقدم له النصح والتوجيه بدون ما يحرر المخالفة. نعم. هل معناته أن صحيح. هذا قصور ومعناته ما اتخذنا الإجراء؟ بالعكس قد يكون عملية النصح والتوجيه نعم. أعلى وأسمى وأفيد بالنسبة للسائق ويأخذها من داخل بشيء من الطمأنينة بأن كذا. ترى على مستوى أوروبا وعلى مستوى دول العالم المتحضرة تدري أن أغلب من يعني تعايشنا معاهم واستفدنا من خبراتهم في هذا الموضوع آخر اهتماماتهم ترى على فكرة حجز السيارات وآخر اهتماماتهم عملية مخالفة. يقولون إن عندنا النصح والتوجيه والأمور هذه كلها أسوأ بكثير لأن نبي نوطد العلاقة المشتركة ما بيننا وبين رجال. ليش ما طبقتوا هالشيء؟ التجربة الأوروبية طبقوها. أنا جايك في الموضوع. إحصائية رجال المرور الآن يومية أثناء الدخول وخروج الموظفين من معدل الأرقام اللي أنا ذكرت لك إياها مو أقل من 90 حادث. تدري عدد الحوادث اللي قاعد تنتج من الهاتف النقال من نسبة 90 أكثر من 70 حادث يوميا نتيجة أن كل واحد ماسك التليفون طق التليفون دعم رصيف طق الحاجز طق المراد كلها موجودة. نتكلم جزئية. إحنا الآن استشعرنا والصور اللي قاعد تشوفها قبل شوية هذه صور ما يبناها من خيال ولا يبناها من كوكب ثاني. هذه صور موجودة الآن في المستشفيات والله يعينهم وعسى الله يقوم بالسلامة وعسى الله يشافيهم وعافيهم. لكن هل يقبل أي مكان أن يكون في يوم الأيام ضحية من الضحايا اللي مثل الموجودين هالناحية؟ نرجع نقول إن الآن لا نتكلم على الاستثناء. خلنا نتكلم بالأصل خراشد. نعم. الأصل يقول بأن هدف رجال المرور هو حمايتك وسلامتك. مسألة استثناء خلي رجال المرور وهم جبيلهم في هذه الناحية وهم من يقدرون هذا الواقع. لكن في النهاية المحصلة أنا والمستثني وكل من هو لم تسحب سيارته في الشارع راح يجي حق العقيد محمد وراح يجي ومعه المخالفة والفيصل سجل المروري وسيرته المرورية وبالتالي إجرائي راح أطبقه على الجميع. جميل. وإحنا معاكم بالقوانين كلها تطبقونها وإحنا إيدنا بيدكم وبالعكس كل الدعم لكم وبارك الله فيكم بارك الله بجهودكم ولمصلحتكم ولمصلحتنا ولتقدمنا الأمني أيضا أمام الدول العربية أكيد. والخليجية أكيد. والعالمية وين وصلنا والنتيجة واضحة على أرض الواقع. إحنا مو في جدال ولا في سجال مشاهدينا في هذه القضية ولكن إحنا هذه التساؤلات اللي أنتم تسألونها بالدواوين والدوامات وأسئلتكم اليوم إحنا نحاول نختصرها ونختزلها حتى تسمعون الإجابة والهدف الأسمى من هذه القضية. أنا لما أطرح موضوع قانونيا أن في محامين ماشيين بهذا الاتجاه أنه قد يبي شو قد يبي فعلا قانونيته قد يبي سيادة القانون على الجميع. هذا موجود الموضوع بأنه يتحدث بأنه لماذا تستثني الدستور لا يسمح لك بالاستثناء ولا القوانين وأنت الاستثناء أيضا إحنا نتكلم مجتمعيا حتى أنتم شنو ردكم قانونيا في هذه القضية والمحاكم تنظر بهذا الأمر ووجهة نظركم واضحة. لكن هل وزارة الداخلية عندها القدرة في عملية هذه المخالفات اللي موجودة وحجز المركبات وغيره بأنك أنت تراجعني عملية الاستقبال المراجع عملية استلامة لهذه الأوراق عملية الانتظار هل هناك تنظيم وترتيب وقدرة استيعابية من قبل موظفي وزارة الداخلية للمراجعين؟ بعد الفاصل مكملين معكم. عقيد محمد سعد العتيبي رئيس قسم مخالفات مرور حولي وزارة الداخلية هل عندكم القدرة الاستيعابية والقدرة التنظيمية في عملية استقبال المراجعين اللي تم فعلا تطبيق عليهم هذه المخالفة في سحب السيارة وغيرها والأمور هذه كلها
والله تسحبون التليفون احسن يعني. تسحب تليفون ممكن يكون اقوى شوي. تسحب من التليفون. الشاهد بالموضوع في عمليه استقبال المراجعين، هل عندكم القدره على استقبالهم، المكاتب الكافيه، اعداد الموظفين وغيره، في عمليه منظمه ياخذ رقمه ما يطول؟ تعرف اليوم الناس كلها موظفه، ولا يقدر كل واحد كل دقيقه يستاذن من دوامه صحيح. ويروح يرد مره ثانيه. صحيح. بالنسبه للاجراءات افراج عن المركبه انت تقصد، هنا طبعا عندنا باقسام مخالفات يبدا يدفع الامر الصلح فيها في المخالف اذا كان هناك امر صلح، ونعطيك ورقه الافراج عن طريق موظفين الموجودين في المحافظات الست. بعد ذلك ينتقل الى وين موقع سيارة وين محجوزه مثلا. ففي كذا جراج، طبعا الجراجات هذه عن طريق عقد مع شركه من الشركات هي المسؤوله عن النقل والحراسه والتخزين والامور هذه كلها. احنا شفنا بعض الفيديوهات، كان هذا طبعا المسؤوليه على تقع على عاتق الشركه نفسها من حيث تنظيم وجلب المركبه للمخالف نفسه عند تسليم ورقه الافراج. حاولنا نساعد بكثر ما نقدر فيها، واعطينا تعليمات بالنسبه للرئيس قسم جراج الحجز نفسه انه يكون هناك على مدار الساعه ضباط متواجدين لمراقبه اداء هذه الشركه، ومن ثم التوجيه ونقل إذا في ملاحظات عليهم نحاول نتلافاها ونحاول نبلغهم بهذا الأمر إنه يتلافونه ويتساعدون مع الناس. ما شاء الله ضباط من الداخلية. نعم. يراقبون أداء الشركة. نعم نعم. ويسجلون ملاحظاته. لأن في كل موقع إحنا من ضمن الشروط العقد نفسه في كل موقع نعم. يكون هناك مكتب متخصص مخصص لإدارة تحقيق المخالفات، فيكون فيها موظف أو موظفين مع الضابط موجودين على مدار الساعة. نعم. شو يسوون؟ يراقبون الدخول وخروج المركبات، هل هناك في تأخير، هل لكن ما يرفعون الحجز عن السيارة، ما عندهم القدرة أني أنا أروح هناك وأدفع مخالفتي ورقة الإفراج تسلم إلى الموظف أو الضابط نفسه إيه؟ هني هو يأمر أن نعم هذه مستوفى للشروط من نعم. دفع المخالفات والغرامات والأمور هذه إيه؟ طلعوا له سيارة لو سمحت. هني قاعد يستلمون سياراتهم الناس هني بالمرور ولا بالحجز؟ هذا عن طريق الحجز نفسه. هذا مو جديد، هذا بشركة الحجز. نعم نعم، شركة الحجز هي المسؤولة. احنا بعد ما انتشرت يعني الفيديوهات هذه إيه؟ احنا دزينا موظفين من عندنا، واقول لك المساعدة الضباط. ليش تنطرون الفعل عشان تكون ردة فعل؟ ليش مو من البداية؟ ولا لما شفنا الواقع هذا قدامنا طبعا راشد، وهذا دور نفس لا الشركة. لا لا لا، ترى لقطات، ترى مو من تطبيق القرار، ترى هذه لقطات قديمة ما قبل تطبيق هذا القرار. نعم. اثناء عملية الاجراءات اللي تمت على موضوع سحب السيارات فوق الارصفة، فوق الرصيف، سحب اللوحات من الشارع بالنسبة لبعض المخالفات الجسيمة والامور هذه كلها. ترى اخو راشد، ترى نتكلم وين كانت قديمة، هذا غير طبيعي ابو احمد. معقولة هذا الشكل؟ انا في دولة منظمة ودولة متطورة. هذا اقول لك انا متفق وياك كأن كلام هذا منطقي وصحيح. وبعد انتشار، ليش أقول لك أن 48 ساعة اللي هنا توقفنا فيها من بعد ما أثير الأمور هذه في وسائل التواصل الاجتماعي كان من ضمنها هذه الملاحظات. هذا قبل القرار تقول أبو أحمد؟ هذا قبل القرار. إيه قبل القرار. وانتشرت متى؟ انتشرت أثناء إيش؟ تطبيق القرار. كان لها فائدة. هذه كلها أمور كانت من ضمن النقاط اللي هنا وتريثنا حتى نعالج كل هذه الأمور. أبو أحمد، حتى ما تدرون راح يصير هالأمور؟ يايك تدري إن عدد السيارات والمركبات اللي نحجزهم من الآن سنوياً يعني 2016، ليش ما نروح بعيد 2016؟ تدري أن 63 ألف مركبة تم حجزها خلال عام كامل. ترى بالنسبة لنا الحجز الدخول والخروج ترى أمر وارد في مثل هذه الاتجاهات. هذه الأمور، هذه الأشياء وهذه الملاحظات موجودة، إحنا ما نقول أنها هي صحيحة ولا أنها نقبل فيها، والتوجيهات الصادرة من الجهة المختصة في الوزارة لا نعالج ونريح. احنا الان اللي قال العقيد محمد، الان في ضباط موجودين، موظفين رقم عدم اختصاصهم من قبل اداره عامه المرور يتواجدون الان في هذا الموقع، يتواجد لاستقبال المراجع وانهاء لعمليه انهاء الاجراءات تسليم المركبه. يعني الان هنا مهمتنا تنتهي باعطاء كتاب لجراج الحجز للشركه بالافراج. نعم. لكن مع ذلك ضباط موجودين، موظفين الان زاد العدد، امور كثيره الان تسهلت في مع ان هذا مو شغلكم، ترى شغل الشركه وشغل العقد اللي انت وقعته. برافو عليك. رقم ذلك احنا هدفنا بان ايضا نريح الاخوه يعني المخالفين والمواطنين والمقيمين ليون، وحرصنا كل الحرص على ان مثل هذه اللقطات نوعد اخواننا المشاهدين الان اللي يشاهدون ان هذه اللقطات ما راح يشوفونها ان شاء الله، لان احنا وضعنا كل الحلول لمعالجتها ان شاء الله. هل سيتم التراخي في القادم الايام بعد هذا التطبيق وبعد هذه الايجابيه وبعد هذا الانخفاض في عدد المخالفات والمخالفين والالتزام وكذا، ممكن تتراخون بالقادم الايام؟ المصلحه يوم الايام كنت توزعون سماعات حتى استخدم السماعه فما قصرتوا يعني، لكن بعدها يعني خلاص انتهى الموضوع.
هل راح تتراخون في القادم الأيام في هذا تطبيق هذا القانون؟ لا طبعاً، لأن في مصلحة، هذا مصلحة قائدي المركبات، مصلحة مرتادي الطريق، مصلحة حفظ الأرواح، مصلحة من الإصابات، أفضل لك أن نطبق القانون هذا. ما في تراخي يعني؟ ما في تراخي إن شاء الله. طيب وأحمد، قانونية هذا الإجراء التعسف اللي يرى البعض أن هذا تعسف، أنت رحت على طول على حجز المركبة، لكن إحنا شرحنا وعدنا في ظروف، في حس أمني، في تجاوب من هذا رجل الأمن، عدد المخالفات اللي قلتها حضرتك 1700 لكن اللي تم حجزها 300 تقريبا، فمعناته في تعاون من رجال الداخلية. لكن خلنا نمشي مجازا في هذه القضية، ما شنو المادة القانونية اللي أتاحت لك فعلا بأنك أنت تذهب مباشرة إلى هذا الإجراء إن صحت بين قوسين تعسفي؟ نعم. وفق مستشارينكم بوزارة الداخلية شو الإشارة عليكم؟ أخو راشد، أول شيء خلنا نستبدل الإجراء التعسفي بتفعيل إداري، خلني أقول هالناحية هذه. نستبدل التعسف، لأن التعسف بحد ذاته قد يكون هناك غير، ما في مصلحة، قد يكون هناك أمور محددة فيها نتعسف فيها لكن ما هي واضحة أمور المصلحة اللي نجم وراها. لكن لما نتكلم يا راشد وإخوان المشاهدين اليوم معنا، نتكلم عن الهاتف ونتكلم عن حزام، نتكلم عن مصلحة، مصلحة لنا كلنا. الهدف بالنهاية إذا نجحنا نجاح لكل الأخوة المواطنين والمقيمين. الآن تتكلم على الاستثناءات، الآن بالنسبة حق موضوع الكويتيين والأمور هذه كلها، لا أنا أقول لك وزيدك من شعر بيت، الوافد الآن اللي خالف واللي هو ما يتغير بالحزام الأمان وهاتف نقال، المرة الأولى المرة الثانية يبقى على طول حوله، يبقى أخذ إجراء معاه وديرته أولى فيه. حتى نطمن على هذا القرار قانونيا أنت وفق الإجراءات القانونية، أعتقد 207 المادة 207 أجازت وعطت صلاحية لمعالي نائب رئيس مجلس وزراء وزير الداخلية اللي هو وزير الداخلية. مادة 207 اللي هي حالات حجز المركبة، لكن المادة 49 من القانون أعطت لوزير الداخلية اللائحة والقرارات المنفذة. يعني هناك ذهب من ذهب من أعضاء مجلس الأمة بأيضا حضرتك التصعيد السياسي اللي حصل في هذا. البعض يرى بأن وجود هذا القانون وتفعيله وفق هذه المواد اللي أتيحت لكم وإعطاكم هذه السلطة من قبل السلطة التشريعية بأنكم أنتوا تبون تلهون الناس عن التشكيل الحكومي القادم وتبون الناس تلتهي في شيء آخر ولا ترى أمور أخرى. إلها الجمهور في هذه القضية، البعض يرى ذهب بهذا الاتجاه. شو ترد عليه أبو أحمد؟ أخو راشد، إحنا لما نتكلم ترى على موضوع التفعيل في مثل هالمخالفات، ترى ما هو إجراء ترى استثنائي وقتي وفي توقيت على قولتك مرتبط في أمور سياسية وغيرها. هنا نتكلم عن إجراءات قاعد تقوم فيها إدارة عمل المرور، صار لها 6 شهور بدأناها بسحب اللوحات بالنسبة لأماكن ممنوع الوقوف، استمرينا في عملية الحملة للوقوف فوق الأرصفة، الأرصفة المبلطة. أعتقد هذه أقوى ردة فعل وصلتكم أبو أحمد. هذه أقوى ردة فعل وصلتكم. قولي ليش؟ لأن هو يتعلق بشيء مرتبط فيك شخصيا. الهاتف النقال الآن 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 كل واحد ما يستغنى عن التليفون. الآن عن ملكيتي بعد سيارة ملكيتي. يعني قصدكم تلهون الناس عن أمر آخر؟ ولا لا ما لا هي لا. لأن الإجراءات مستمر فيها يا راشد. أنا عندي بروشور وعندي أسئلة ثانية بس. يلا قول يا راشد. إذا جاز البروشور إخواني الكنترول نعرضه. هذا بروشور أبو أحمد أعتقد في لغات أخرى مختلفة لتعريف الناس وزوار الكويت. إحنا عندنا الآن 186 جنسية. 186 جنسية من حقهم علينا أن نبين أيضا أبعاد هذا القرار وحتى يكون معلوم بالنسبة لهم. الآن النقطة اللي قاعد نتكلم فيها إنه والله السواق الآن في البيت يقول لك فرصة الآن خلنا مربط حزام الأمان استخدم التليفون عشان أرتاح أنا شهرين وبالتالي أنا ما أسوق السيارة والأمور هذه كلها. نقول لا إيبا، هنا حطينا الآن لقاط، واللقاط في الأردو والفلبيني والإنجليزي والفرنسي والأمور هذه كلها حتى تكون معلوم. السائق كرم عزبة أبو أحمد تخلي تأخذ سيارته ناخذ سيارته، ولما نتأكد إن السائق متعمد. متعمد أو لا قصد من هذه الناحية نفرج عنها إذا كانت حيازته أو مالك مركبه مو هو صاحب العلاقة. لكن ترى على فكرة أكررها وأقول، إذا المواطن أنا قاعد استثنيه وأعطيه فرصة، ترى الوافد ترى أعطيه فرصة مرة، مرة ثانية ترى ما أعطيه إياها، والدليل على هذا أن في هناك إجراءات وهذه الإجراءات تصل إلى عملية الإبعاد الإداري. وأيضا حتى في بعض الشركات الخاصة اللي تعتمد على وسائل النقل يتعمد هذا الموظف انه ما يربط حتى تسحب سياره المطعم او غيره. هم نفس الاجراء بعد تاخذ معه؟ الاجراء هو واحد، لكننا الان نتكلم اذا كان المخالف، اذا كان المخالف متعمد في ما هو حائز للمركبه او ما هو مالك المركبه. نعم. احنا ذيك الساعه علينا اجراء اخر، العقيد محمد نوح عنه قبل شويه، نعطي فرصه 48 ساعه نفرج عنها، لكن في المقابل اقول يا راشد عطني اجازتك وبالتالي احجزها واتخذ اجراء معك. ختاما بسؤال وبالاجابه بشكل سريع، في بعض ايضا الناشطين بوسائل التواصل الاجتماعي يصور بتليفونه ايا كان الماده اللي قدمها وهو بالسيارة رابط الحزام لكن قاعد يمشي، هل ممكن رصد هذه الفيديوهات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع المباحث الإلكترونية بوزارة الداخلية واستدعائهم وإجراء وتحرير مخالفة لهم وحجز السيارة والمركبة؟ خلنا نوضح لهم. أي مخالفة المرور نفسها بالنسبة لهذه التواصل لازم يكون بلحظتها، يعني أنت توقفه وهو قاعد يصور لأن فيها
وقت وتاريخ. لا ما شفت اخذ بعد، انا ما اقدر احط شرطي على كل مواطن، لكن انت قاعد تشوف الانستغرام وتشوف سناب شات، انا قاعد اصور يا راشد وانا امشي بسيارتي رابط الحساب وقاعد اصور اتكلم باي موضوع. تحرير كان. تحرير هل راح تناديني وتخالفني تحرير؟ لا ما اقدر. ما تقدر هنا؟ لا تحرير المخالفة، لازم بشكل مباشر، لازم اشوفك واقوالك وتاخذ اقوالك وتوقع على او انا شايف السياره وما قدرت اوقفك ممكن احرر لك غير مباشره لما تراجعني بعدين يصير. بس ما بس هذا لأن انا قاعد امشي بسياره اثبات قاعد اصور واتكلم. قاعد يكون في هناك مجال الطعن فيه بشكل كبير جدا. لكن يا راشد انا عارف انه وقت قصير والختام، واعطيك انا كلمتين وقبل تقول لي شنو اخر كلمتين. لا هي اخر كلمتين. انا اقول لك بان الحجز مستمر فيه، ما في هناك تراجع، لا تهاون ولا تأجيل، هذا واحد. الحجز ممتد إلى شهرين، سلطة تقديرية لدى دار عمل المرور تبتدي من يوم وتنتهي في 60 يوم. النقطة الثالثة حزام الأمان، هاتف النقال، وبالنسبة لي عدم تأخذه ماضين فيه بلا هوادة وبلا أيضا نوع من التراخي في التطبيق. أزيدك من شعر بيت، الآن يرتكبون مخالفات مرورية غير مباشرة عن طريق الكاميرات، عن طريق الكاميرات اللي موجودة عند الإشارات. توجه الآن قادم، راح يتم استدعائهم وايضا حضور دار عمل المرور ونطبق عليهم الحجز. العميد كل هذه الامور ان شاء الله حاطين في عين الاعتبار. العميد عادل احمد الحشاش مدير عام الاداره العامه للعلاقات والاعلام الامني بوزاره الداخليه، شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. والشكر موصول للعقيد محمد سعد العتيبي رئيس قسم مخالفات مرور حوالي بوزاره الداخليه، شكرا جزيلا لك. شكرا لضيوفنا الكرام، احنا معاهم ايد بيد. احنا اليوم مو هدفنا ان احنا نتراجع بهذا القانون، بالعكس ما نبي اي تراجع بهذه القوانين، والجماعه شرحوا وقالوا واضافوا وزادوا ومشكورين في عمليه الجماعه. احنا اليوم ماسكين سيف ومسلطين على رقاب الناس، احنا متعاونين معاكم لاقصى حد ممكن للرجل وللمراه وغيره، والاستثناءات هذه ما هي بالقانون ولكن هي لتقييم رجل الامن، لذلك هم على قدر امني واسع الامانه. شكرا لهم جميعا وبارك الله فيهم، وقاعد نلمسها على ارض الواقع ونلمسها بالشارع، وبعد ايام وايام بس مرور شهر الناس راح تلمس هذا الامر وراح تقولون شكرا وزاره الداخليه، واحنا نقول دائما شكرا على الدور الجبار اللي قاعد يقومون فيه، لكن يحدث في اول الامر هذه الربكه، لكن دائما هم على قدم وساق واضحين تماما في استجابتهم المستمره لتصحيح ان كان هناك خطا معين. في اخطاء ما يمنع كل من يعمل يخطئ. نتمنى السلام للجميع، مستمرين معاكم بعد الفاصل. أقامت البعثة الدولية للصليب الأحمر في الكويت حفلا بمناسبة الذكرى 25 لافتتاح مقرها في الكويت. عدسة برنامج مسائي كانت حاضرة في هذا الحفل، نشاهد معكم ونرجع لكم إن شاء الله. نحن اليوم نحتفل بالذكرى 25 لتأسيس مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو مكتب إقليمي في الكويت، وأردنا أن نحتفل بهذا اليوم خصيصا للتعبير على الشكر والامتنان لدولة الكويت ولسمو الأمير على دعمه التام والمستمر لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عمل مبني على مبادئ الحياد والاستقلالية وعدم التمييز. تأسست البعثة هنا في أيام حالكة أثناء غزو العراق للكويت، وكان تركيز عملنا في ذلك الوقت هو على زيارة الأسرى الكويتيين والبحث على المفقودين، وتواصل هذا العمل مدة 3-4 سنوات، وبعد ذلك وسعنا من نطاق عملنا وبدأنا في برامج لنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني مع الجامعات الكويتية، مع الوزارات الكويتية المعنية، خاصة منها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
في المرحلة الأخيرة ومنذ 2015 بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الكويت تلعب دور مهم جدا في دعم عملياتنا والعمل الإنساني في اليمن، وكذلك بدأت لنا شراكات في الميدان مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي المشكورة في العراق في لبنان وكذلك في سوريا. شكر كل الشكر للكويت حكومة وقيادة وحكومة وشعبا، وإن شاء الله نواصل هذا المشوار من أجل العمل الإنساني ومن أجل حفظ كرامة الإنسان. حياكم الله احبابنا، مستمرين معاكم مع برنامجكم مسائي ومع ضيوفنا على الهواء مباشره عبر شاشه تلفزيون الراي، الملتقى التوعوي الترفيهي الثاني لمحافظه الاحمدي. ما شاء الله عليهم نشيطين هالمحافظه، بارك الله بجهودهم، وايضا بمحافظه هذه المحافظه الشيخ فواز، يعني تحيه كبيره لجميع العاملين معاه الامانه والمتعاونين ايضا من الجهات التطوعيه، ما شاء الله عليهم، تشوفهم اول باول باي مكان بالكويت. شنو يقدم هذا الملتقى للمجتمع؟ تفاصيلها راح نطلق معها مع ضيوفنا، بداية مع الأستاذ حامد الإبراهيم وهو مدير إدارة العلاقات الحكومية بمحافظة الأحمدي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله أخوي راشد. يا هلا مرحبا فيكم وقواكم الله. وياك إن شاء الله. وأيضا نرحب بالدكتور جمال السعيدي وهو عضو فريق حياة التطوعي لحماية الحياة الفطرية وعضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الكيميائية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالنور، حياك الله. يا هلا مرحبا فيكم وبارك الله فيكم. بداية ننطلق معك أستاذ حامد، فكرة هذا الملتقى، شنو هذا الملتقى اللي راح يكون بمحافظة الأحمدي إن شاء الله؟ طبعا الحمد لله أن هذا الملتقى يعقد للسنة الثانية على التوالي برعاية وحضور معالي محافظ الأحمدي شيخ فواز الخالد الحمد الصباح. الحمد لله احنا يعني وذلك انطلاقا لمشروع محافظتي أجمل، وهذا مشروع بعيد المدى، مشروع فيه استدامة، ولله الحمد انطلق من 2015 ومستمرين بشكل شهري، عندنا نشاطين أو ثلاث أو أكثر. طبعا في من ضمن مساراته عندنا مسارات كثيرة تعلق بالصحة بالغذاء، أمور دينية، أنشطة دينية، أنشطة رياضية، أنشطة مجتمعية، فالحمد لله احنا متنوعين. فالسنة الحمد لله عندنا في مجمع كويت ماجيك وهو يعني في منطقة بحليفة، والمكان وايد متميز يعني على البحر عندنا، وإن شاء الله يصادف يوم الخميس طبعا المدة الخميس العقب باكر إن شاء الله راح يكون الفترة من الساعة 3 لغاية الساعة 10. والحمد لله هذه دعوة عامة للأخوة الكويتيين والمقيمين وكافة المشاركين. نعم قواكم الله. دكتور جمال، اليوم كلمنا عن مشاركتكم أيضا مع هذه الجهات الحكومية، أنتوا أيضا نشطين كجانب تطوعي ما شاء الله عليكم. الله يحفظك. بداية نشكرك أستاذ راشد على هالاستضافة. طبعا المحافظة الأحمدي طبعا كان لها يمكن عصب السبق في عمل هالملتقيات، وهذا الملتقى الثاني مثل ما تفضل الأستاذ حامد. واحنا سنه لنا الشرف ان نشارك من ضمن 25 جهه تطوعيه وشركه مشاركه في هذا الملتقى. انا هنا امثل فريق حياه تطوعي لحمايه الحياه الفطريه، والفريق هذا تم استحداثه مؤخرا في سنه 2017 السنه هذه، ومثل مسمى الهدف من الفريق عمليه التوعيه وزياده الوعي في عمليه حمايه الحياه الفطريه سواء في جانبها البري أو البحري. نعم. أعضاء الفريق المشاركين ما شاء الله من جميع أطياف المجتمع ومن جميع التخصصات. أعضاء الفريق منهم من في جامعة الكويت، من الهيئة العامة للزراعة، من القطاع الخاص، أنا من الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، من جهات خاصة. شبابنا المتطوعين معاكم ايضا غير الاساتذه مثل حضرتكم، في شباب متطوعين؟ اكيد اكيد، كلهم شباب كويتيين ما شاء الله، ويعني الفئات العمريه المختلفه ما شاء الله. هدفهم الوحيد ان نزيد الوعي في عمليه حمايه بيئتنا والحاله الفطريه اللي فيها، وخاصه حق النشر الصغير.
يعني نبي الحد يعني لما يشوف العرفج يعرف أن هذه عرفج، لما يشوف الرمث يعرف أن هذه رمث، لما يشوف الغردق في ناس كم أحمد ما يعرفوا شو الغردق، يعرف شو الغردق. قاعد توصل هالرسائل حق الناس قاعد توصل. إحنا الحالية في بداياتنا. حلو ممتاز. وهدفنا حاليا أن نزيد نشر الوعي في في هذا الجانب. أستاذ حامد خلينا نتكلم على الهدف من إقامة مثل هذه الملتقيات السنوية ما شاء الله عليكم. الحقيقة إحنا نحرصنا على نشر الوعي البيئي والصحي ولدى المواطنين والمقيمين. ويعني حطينا الفعاليات تكون هي ترفيهية، حطينا الجانب الترفيهي وجانب توعوي. شنو الفعاليات اللي موجودة؟ الفعاليات احنا عندنا طبعا مثل ما تفضل الدكتور عندنا 25 جهة حكومية وجهة يعني بالجامعات نفع العام وأهلية وتطوعية مثل الفريق حياة. فاحنا عندنا شجعنا هالسنة تقريبا ضاعفنا العدد، يعني في الملتقى الأول كان عندنا 10 جهات مشاركين، الحين عندنا 25 جهة. إيش راح يقدمون في؟ والله هي متنوعة، يعني عندنا جهات كثيرة مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عندهم هالسنة والسنة الثانية يقدموا لنا في فرقة الماس للفنون الشعبية تقدم حفل غنائي وراح يصير على البحر مباشرة، والج يعني مكان وايد حلو. نعم. إن شاء الله فترة مسائية. نعم. عندنا مثلا قطاع السياحة، عندنا احنا مهتمين كمحافظة من ضمن مسارنا المسار يعني المشروعنا محافظة الحمام أيضا. نعم. عندنا القطاع السياحة فراح يعرضون ما هو جديد في قطاع السياحة راح يتقدم. ايضا عندنا في جمعيات اخوي راشد جمعيات نفع عام جديده على المجتمع تقدمون تعرفون المجتمع فيها. فمثلا عندنا جمعيه الكويتيه للتراث هذه تو منشاه جديده فرصه لهم احنا نعطي الفرصه للاخوان ان يظهرون ما لديهم من يعني الحرف وعرض منتجاتهم التراثيه واختاروا هم. يعني احنا عندنا داخل المجمع وخارج المجمع يعني في الفعاليات راح تكون فراح يعرضون ما لديهم خارج المجمع. عندنا معهد دسمان السكري راح يشارك معنا وهذا المعهد يعني قاعدين الحين احنا في جهات او في مراكز داخل البلد داخل العاصمه قاعد ننقل انشطتها عندنا بالمحافظه ونخلي اهالي المحافظه والمواطنين يستفيدون من الخدمات خاصه فيما يتعلق بالسكر وكيف يعني حمايه. نعم. وهذه طبعا هذا بشكل عام يعني بشكل احنا على سبيل عام المثال بشكل عام عندنا يعني. احنا خصصنا في شغلات صحيه جمعناها مع بعض وفي شغلات غذائيه وتعلق بالزراعه ويعني حطيناها. دكتور جمال يعني ما شاء الله الوقت مشى معنا بشكل سريع لكن اهميه مشاركه هذه الفرق التطوعيه مع الجهات الحكوميه اليوم كيف ترى اهميتها واهميه استمرارها ايضا؟ الفريق حياة من ضمن الفرق اللي ذكرهم الأستاذ حامد المشاركين وبعضهم غير مشاركين حتى في الملتقى وموجودين في الكويت يجاوزون أكثر من يمكن 40 أو 50 فريق تطوعي إذا مو أكثر كلهم من ضمن مبادرة بادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. هالفرق التطوعية من اسمها التطوعية كلها شباب كويتيين هدفهم أن يضيفون بصمة في مجال التايتل أو عنوان الفريق اللي هم يقومون فيه. فعالية مثل هذه تعطينا فرصة أن نعرض اللي ممكن نقدمه حق مجتمعنا الكويتي وبالذات نركز على النشء لهم الشباب الصغار أن نبين لهم شنو هدفنا. معنا طبعا فرق طوعية أخرى مشاركة وأنا أدعو الجميع إن شاء الله أن يحضر إن شاء الله عقب باكر والجو ما شاء الله بدأ يوم واحد هو ها دكتور يوم واحد إن شاء الله من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة 10 بالليل فالمجال مفتوح. نعم. يعني ما حد لعذر انه ما يجي. نعم. وفي نفس الوقت المجال يعني انه في عندك 25 جهه متنوعه. نعم. في جهات حكوميه مثل ما ذكر الاستاذ حامد وفي. نعم. جهات خاصه. ختاما ايش تبي تقول لهم دكتور؟ برجع لك بس ختاما مع دكتور جمال ايش تبي تقول حق الناس؟ بانه في مجال حمايه الحياه الفطريه حافظوا على الكويت، حافظوا على صحراء الكويت، حاليا احنا موسم البر حاليا، موسم طلعات البحر، دير بالكم على بيئتنا. والكويت مالها غيرنا يعني بالضبط ايضا احنا طبعا بنقول لك ان هذه دعوه عامه. نعم. وودنا يعني حضور هو تجمع ولقاء يعني
راح يكون ملتقى عائلي. نعم. وخاصة إن عندنا الأخوان مشكورين في كويت ماجيك مسوين خصم يعني للألعاب الأطفال 50%، ففرصة يعني إن واحد يأخذ أسرته ويتوجه للمجمع ويعني يستفيد ويكسب معرفة وما هو جديد لدى الجمعيات النفع العام، وأيضا يأخذ إشماء منشورات ونشرات. إذا نذكر الناس إن 23 إن شاء الله 11 يوم الخميس من الساعة 10 من الساعة 3 إلى الساعة 10 مساء مساء. فعاليات كثيرة عندكم إن شاء الله مع عوضة الأحمدي عند كويت ماجيك. عدل بارك الله فيكم. شكرا جزيلا أستاذ حامد الإبراهيم مدير إدارة العلاقات الحكومية بمحافظة الأحمدي، وأيضا الشكر موصول للدكتور جمال السعيدي عضو فريق حياة التطوعية لحماية الحياة الفطرية وعضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الكيميائية بالهيئة العامة للتعليم والتطبيق والتدريب. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذا نذكر مشاهدينا يوم الخميس إن شاء الله احتفالية محافظة الأحمدي الخميس القادم عقب باكر 23/11 من الساعة 3 وحتى الساعة 10 هي دعوة للعائلة الكريمة، تروح أنت وأهلك تدق سيارتك سلف. إجازة سعيدة للجميع يوم الخميس إن شاء الله، واستقبال أجمل وأسعد في محافظة الأحمدي. اللي راح يروح ما راح يندم، راح يرجع محمل بالجوائز والهدايا، هذا خذوها مني جارنتي متأكد من الشيء، لأن دائما يفاجئونكم بالشيء الجميل. فبارك الله فيهم وجهودهم جميعا، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، كنت معاكم راشد حسن، تصبحون على أمن وأمان، صحب الأبدان، إلى اللقاء.